عالم من نهضه الدوله وانجازات المسيره المباركه للاتحاد، كما انها تؤكد في الوقت نفسه على عظمه الامارات بفضل ابنائها المخلصين القادرين وبحق على الانطلاق نحو المستقبل بعزم اكيد واصرار لا يلين. هذه الكلمات جاءت تثمينا للجهود وتشجيعا للمواهب وتقديرا للاداء المتميز من قبل المشاركين في مسابقة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بمناسبة اليوم الوطني 42، حيث أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بقيمة المسابقة التي جاءت بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم لإعداد جيل مبدع ومبتكر من أجل المستقبل. تميز عدد كبير جدا من المدارس ومن الطلاب على مستوى المدارس والجامعات، وأثبتوا الحقيقة أن يعني أبناء الإمارات أبناء المناقصين يحرصون على المركز الأول، يحرصون على أن يعكسوا روح الانتماء بصورة قوية. ولأن التكريم لحظة الحسم والترقب والانتظار، قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع يرافقه معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بتكريم الفائزين بخمس مسابقات كبرى نظمتها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع احتفالا باليوم الوطني 42، وهي جائزة الجامعة المتميزة في احتفالات اليوم الوطني 42، وجائزة المدرسة المتميزة، وحملة العلم، وجائزة التصوير الفوتوغرافي، ومسابقة السياحة الثقافية، وذلك في مبادرة من الوزارة تهدف إلى تكريس مفهوم الانتماء الوطني والهوية الوطنية والقيم المجتمعية، إضافة إلى رعاية المواهب والإبداعات المواطنة. والله هذه الجوائز دائما تشكل حافز لأي إنسان. الإنسان طبعا يتفاعل بالأشياء الموجودة عنده، خاصة في دولة الإمارات دائما بيئة محفزة، بيئة مشجعة، والواحد يحاول أن يتفاعل معها بمختلف الطرق، فلما يحصل هذا التحفيز هو داعم أكبر بالتأكيد في هذا المجال. وأنا أشكر جدا الوزارة على طرحها مثل هالمبادرات مثل هالمسابقات اللي تعزز الهوية الوطنية والتراث وتأصيل هالقيم والمبادئ في الطلاب والطالبات. أود أشكر الشيخ نهيان بارك على تكريم اليوم، أشكر شيوخنا وأقدم الشكر لهم على جهودهم على الحفلة وكي، وآخر شيء أشكر المدرسة وأشكر أمي. مشاعر يعني جميلة جدا، أشكر كل اللي شاركوا وياي طبعا الهيئات التعليمية والطلبة، وأشكر أولياء الأمور على تعاونهم وياي. أريدكم كلكم، نحن نتشرف بكم وبالمراكز اللي وصلتونها، ولا أريدكم أن تنظروا أقل من رقم واحد، لأن رقم واحد واللي بعد واحد ما حد يعرفه. يأتي إطلاق الجوائز الخمس ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع التي تهدف إلى المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها، وصولا إلى رعاية المبدعين واكتشاف المواهب والطاقات الإبداعية لدى الشباب، وتشجيع روح التنافس والمنافسة الإيجابية، ودعم الأنشطة الثقافية، ورفع مستوى الوعي بالثقافة الإماراتية.